أنت متأكد أنك قدمت شهادة وفاة المرحوم ابنك رماح لدائرة الأخذ عسكر؟ الله وكيلك قدمت لهم يا عبيدي. غريب. شو العمل سيدنا؟ طالما صار له أكثر من 7 أشهر رايح ما بقى يطلع بإيدنا شيء يا أبو الطاح. شو هالحكي؟ إيه والله يا مختار، لأنه ما عاد نعرفه بأنه بلاد صار. الحرب وأحوالها والتنقلات بالجيش والآليات شغالة. لا تنسى يا مختار إنه نحن عم نحارب على عدة جبهات. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ما بصير يا مختار، الوحيد ما بيروح. ما هذا اللي مجنني يا جناب القائم مقام، ابني وحيد شلون بيروح على اخذ عسكر؟ شو اسمه هذا المحروس؟ وضاح ابن نمر الخشاب. يا رب. ها وضاح وضاح وضاح، ها هي اسمه وضاح نمر الخشاب. بس في عندك ولد ثاني اسمه رماح. هذا ابني الثاني اعطاك عمره من زمان الله يرحمه. بس ما عندي شيء يثبت انه رماح متوفي. شو هالحكي يا جناب القائم مقام؟ انا بايدي جايب وثيقه وفاته لهون واعطيكم اياها. والله يا مختار بدك ما تاخذنا، الحرب شغاله ويمكن تكون هالوثيقه ضاعت. ضاعت؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طيب هلا شو بدنا نعمل لحتى نعرف وضاح وين صار؟ انا بتذكر بهديك الايام كنا نبعت العساكر المسحوبين جديد على الدرعة، وبعدين اجا امر نقلهم على تركيا، وبعد منا شو صار ما بعرف. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الله لا يوفقك يا سالم بيك، ما لقيت الا هالشهم الطيب تحرق له قلبه على ابنه.